أصبتها فعلاً؟ أحسنت يا دييجو، هناك حلوى في كل مكان. هل تمنيت أمنية؟ بالطبع، تمنيت أن أحصل على حصان له شعر أسود تماماً مثل حصان زورو. ياه، انظروا إلى هذا، إنه زورو. أنا لا أصدق، هذا المجرم أفسد الحفل. ولكن يا سيدي، زورو ليس مجرماً، إنه رائع جداً. حسناً يا صغيري، علمت أن اليوم هو عيد ميلادك. نعم سيد زورو. وهل تمنيت أمنية؟ نعم، تمنيت أن أحصل على حصان مثل حصانك. ولكن إذا لم أكن مخطئاً، أليس لديك حصان بالفعل؟ نعم، لدي 3 أحصنة. أنا لا أعلم لماذا يحتاج صبي إلى حصان آخر وهو يملك 3. ولكن ماذا أتمنى غير ذلك؟ ربما أمنياتك ستكون أفضل إذا كانت من أجل سعادة الآخرين بدلاً من نفسك. إذا فعلت ذلك، هل سأصبح زورو عظيماً مثلك؟ نعم يا دييجو، عندما تستخدم أمنياتك في مساعدة الآخرين، ستكون زورو عظيماً. ما هذا؟ ما هذا؟ برناردو، إنك توقظني يوم عيد ميلادي بهذا البوق منذ 10 سنين. نعم نعم، فهمت التقاليد. شكراً لك. تريد أن تعرف أمنية عيد ميلادي لهذا العام؟ هذا العام أمنيتي زورو. لابد أن أقول لسيادتك إني مندهش قليلاً لرؤيتك هنا. حقاً؟ ولما هذا يا دون نوت؟ الجميع يعرفون أنك أنت وسينيور دي لا فيغا، أقصد أعداء. هذا هراء. صحيح أن صديقي القديم أليخاندرو وأنا لا نتفق كثيراً في أمور الحكومة والسياسة، ولكننا أصدقاء. وكأن أبي يمكن أن يصادق ذلك المجرم. هيا دييجو لتضرب اللعبة. نعم، من يعلم ما بداخلها؟ سمعت أن بداخلها جواهر. أنا لست أدري، ولكن لم لا؟ عيد ميلادي بلا لعبة ليس بعيد ميلاد. فليجتمع الحاضرون، دييجو سيضرب اللعبة. حسناً، دور 3 مرات. 1، 2، هيا! ها؟
أعتقد أنني لا أستطيع هذا، ولكني أشعر أن هدفي بجانبي، إذن... غارسيا، ساعدني لأقف! أهدن سيدي العمدة! هل أصبتها؟ هل أصبت اللعبة؟ يا إلهي، أنا فعلت ذلك؟ أرجوك اسمح لي، هذا أقل ما يمكنني فعله. حسناً. أرجوك تقبل اعتذاري الشديد، فالشخص المعصوب العينين من الصعب عليه أن يعرف الفرق بين اللعبة وأي شخص آخر. دييغو، أعتقد أنه وقت أمنية عيد ميلادك. حسناً، ماذا ستكون هذه السنة؟ سيارة؟ إجازة في المكسيك؟ أم دراجة بخارية؟ ربما أمنياتك ستكون أفضل إذا كانت من أجل سعادة الآخرين بدلاً من نفسك. لا، هذه السنة أعتقد أني أريد شيئاً مختلفاً. سيدي، بالرغم من تصرفي القبيح غير المقبول، أعتقد أنك من يستطيع تنفيذ أمنيتي. أنا؟ أعتقد أن والدك هو من يجب أن يفعل ذلك. صحيح، ولكن هذه السنة لدي أفكار خاصة في بالي. أريد أن أكون عمدة المدينة لمدة يوم واحد. مستحيل، أنت العمدة؟ أنا آسف ولكن هذا يا سيدي، إذا سمحت لي لأكمل، بالتأكيد سيكون تعييناً شرفياً فقط، إنه سوف يعطيني الفرصة لأتعلم من خبرتك عندما أشاهدك وأنت تؤدي واجباتك في خدمة مواطني مدينتك العظيمة. وفي المقابل أنا أنوي التبرع بمساهمة في صندوق التبرعات لدار الأيتام. ماذا يجب أن أقول لهذا العرض الكريم؟ أنا أوافق. دييغو دي لا فيغا من الآن هو العمدة الشرفي ليوم واحد، وأنت ستكون مسؤولاً عن إبعاد هذا عني. لا أصدق أذني، يبدو أن دييغو قد نضج أخيراً. إذن يا برناردو، كيف نحسن استغلال هذا اليوم المميز مع سيادة العمدة؟ هاي، انتبه! في الواقع سيكون ممتعاً التخلص من العمدة، ولكن هذا شيء لا يمكن فعله كدييغو. لا، سأستغل هذه الفرصة لأحصل على معلومات، ولكي أفعل لابد من مدخل إلى مكالمات العمدة. أعلم أنه شيء صعب، أنا واثق من أن مارتينيز سيكون في منتهى الحرص وأنا موجود. نعم، هذا سيؤدي الغرض، زرع ميكروفون سوف يؤدي الغرض. شكراً لك برناردو. ذلك لما فعلته في ردائي، والآن لنأخذ قسطاً من النوم. غداً سيكون يوماً حافلاً لي أنا وللعمدة هوراس هرناندو مارتينيز. لا يمكن أن أخبرك عن مدى حماسي لأني سأمضي اليوم معك هنا. أتمنى أن تفيدك هذه التجربة يا عزيزي دييغو. هذه هي أمنيتي أيضاً. يجب أن تعرف الشعور وأنت جالس على هذا المقعد. أرجوك جرب. حقاً؟ يمكنني هذا؟ بالطبع، تفضل. آسف جداً يا سيدي، يبدو أنني سعيد ومتحمس أكثر من اللازم. لا عليك، فقط حاول أن تكون حذراً. الآن اجلس. لطيف جداً، سأتعود على ذلك. لا تفعل. آسف، يجب أن أذهب الآن. الرقيب غارسيا سيبقى هنا ليراقب. أقصد يجيبك على أي أسئلة لديك. عظيم، سعيد لرؤيتك أيها الرقيب غارسيا. والآن بعد إذنك، لا تجعله يبتعد عن نظرك. أيها الرقيب،
ماذا سنفعل الآن؟ الغداء؟ على ما تنوي يا دييغو؟ هذا مضحك فعلاً، هل بدأ ينضج حقاً؟ لا، لا أعتقد ذلك، سأراقبه أفضل. أنا أعتذر عن التأخير، يبدو أنني ألعب دور المربية للطفل أليخاندرو دي لا فيغا المدلل. أفهم ذلك يا سيدي، لا تقلق، رجالي يستطيعون دخول المصرف في 15 دقيقة، لكننا ننتظر الأوامر. عظيم، هذه العملية سوف تضع الملايين في جيبي، وأيضاً سوف تقنع المواطنين بأن المزيد من الضرائب ضروري، لأنني سوف أزيد من الحراسة على المصارف. أموال الضرائب هذه لن تصل إلى المواطنين أبداً، أليس كذلك؟ نعم، ولكنني إذا شعرت بالرضا لن أسرق المصرف العام القادم، وهذا كرم مني. هيا نراجع التفاصيل الآن. طبعاً يا سيدي، كما تريد. أحسنت يا دون نوتس، نفذ العملية. معك يا دون نوتس، ابدأ الآن، أكرر، ابدأ الآن. وقت الذهاب. حسناً، لنبدأ أيها الرقيب. لحظة سينيور دييغو، إني قادم. دييغو، يجب أن أرافقك يا سيدي، وإلا سأقع في مشكلة كبيرة جداً. بالطبع أيها الرقيب. يا لها من لوحة رائعة، الطريقة التي رسم بها الفنان عينه الضيقة وملامح وجهه الحادة. أنت تفهم ما أتحدث عنه، أليس كذلك؟ ها؟ أنا نعم أفهم قصدك سينيور دييغو، عيناه تبدو كأنها حية. نعم، أنت على حق، دعنا نلقي نظرة قريبة عليها. أترى كيف وجد الرسام؟ أظن أنك اقتربت كثيراً يا صديقي. أخرجني من هنا، أخرجني يا سينيور من فضلك. هذا غريب، لما فعل هذا؟ إنه ينوي على فعل شيء. ماذا يحدث يا برناردو؟ رجالي يستطيعون دخول المصرف في 15 دقيقة. سوف يستولي على مصرف المدينة؟ يوجد به مدخرات الكثير من الناس، يبدو أن وجودي هنا سيكون بلا فائدة. أظن أن يومي كعمدة شرف يجب أن ينتظر قليلاً. أما الآن فحان وقت زورو. أريد أن نفتح حساباً. حساب جار؟ بالضبط، بارتفاع الأسعار المال لا يبقى طويلاً. نعم يا صديقي. انبطحه على الأرض، هذه عملية سرقة. حسناً، أعطني الأموال، الأموال كلها، أفهمتِ؟ نعم يا سيدي. يا لها من غنيمة. أنت معك حق. سعدت بالعمل معك. نعم، أكره أن أسرق وأرحل، لكن شكرا لكم على الوديعة، عودوا مرة أخرى بعد قضاء عقوبتكم في السجن. هل تمانعين ذلك؟ لا أمانع إطلاقا. والآن أيها السادة، هل ستعطونني ما تبقى من الأموال؟ نعم، بالتأكيد سنفعل. لا، أظن أنني سأعيدها بنفسي.
أمسكه به. هل تبحثون عني؟ هذا ظلم، نحتاج إلى المساعدة. ما هذا؟ لا، هذا هو. أها، فهمت الآن ما تعني. إعصار، هيا بنا. هذا سيسبب عسر هضم. هاي، هذا يكفي، سأنظف كل هذا. اخرس يا غبي. فعلا سوف أريك أيها الحقير. إذن قل لي، هل أنت بخير؟ لا، لست بخير. من سينظف هذه الفوضى؟ هل ستساعدني أنت؟ لا أعتقد ذلك. اهدأ يا سيدي، يمكننا أن نناقش مسألة النظافة لاحقاً. أما الآن فأنا لدي فوضى من نوع آخر. عن إذنك، اغدو علي. هذا الأحمق ملكي. ليس إذا وصلت أنا أولاً. حسناً يا سيدي، هذا كان ممتعاً، لكن يكفي اللعب الآن، أليس كذلك؟ قيدهم بدلاً مني. مستحيل. ألن تغير رأيك؟ ممتاز، دورك. بعد إذنكم. أرأيتم؟ يمكنني الصفير. مع السلامة يا رجال، إلى أن نتقابل ثانية، وهذا سيكون بعد 3 أو 5 سنوات من الآن. مستحيل. كيف علم زورو بعملية المصرف هذه؟ لقد أصدرت الأمر قبلها بربع ساعة. غارسيا، أين هذا الأحمق؟ أخشى أن الرقيب غارسيا يشعر بالتعب. أوه، ديلا فيغا، نسيت أمرك. أين غارسيا؟ حسناً، الرقيب كان يعطيني جولة في مجلس المدينة، وفجأة شعر بالألم. ربما تناول شيئاً ما. تعلم أنه يأكل كثيراً. أعلم هذا. وأين كنت أنت طوال هذا الوقت؟ أنا؟ أنا كنت أتجول في الجوار، أتفقد المكان. هذا ما كنت تفعله. يبدو لي أنك كنت تفعل شيئاً مختلفاً قليلاً عن هذا. لماذا يا ماريا؟ هل تتجسسين علي؟ ماذا؟ لا. جيد، الآن يبدو لي إذا استطاع أحد أن يتجسس في مجلس المدينة سيعرف الكثير من الأسرار بالداخل والخارج. لا تكن سخيفاً دييغو، لا أحد يستطيع التجسس علينا، وبالتأكيد ابنتي ليست جاسوسة. بالطبع يا سيدي، لم أقصد أي إهانة لماريا. أوه يا إلهي، الوقت تأخر، من الأفضل أن أذهب. شكراً على هذا اليوم الممتع يا سيد. أحياناً أتصرف بحماقة. حسناً، إلى اللقاء. شاب غريب. أنا أعلم ذلك. لا يجب علي، ولكن يا
أظن أنني أحسنت اختيار الأمنية. تحركوا أيها المجرمون. أتوافقني على هذا يا جدي؟ إذا فعلت ذلك هل سأصبح زهر عظيما مثلك؟ نعم يا دييغو، عندما تستخدم أمنياتك في مساعدة الآخرين ستكون زهر عظيما. إذن الإجابة هي نعم.